السلام عليكم. لابد من تذكير يعني بالنسبة للتعاونيات اللي السنة المالية ديالهم تبدأ فاتح يناير وتنتهي في 31 جانفي من نفس السنة، أنهم عندهم واحد 6 شهور باش أنه يديروا الجمع العام ديالهم السنوي اللي غادي يقدموا فيه الحسابات ديال السنة المالية المصارمة. يعني عندهم الحق حتى 30 شهر 6 من 2024، ولكن بالنسبه لاداره الضرائب التعاونيات اللي عندهم تعريف الضريبي مقيدين في الضريبه، فراه خصهم يدفعوا حسابات ديالهم الضريبه قبل 31 مارس. دونك خص التعاونيات يعني خص مجلس الاداره او المسير الا كان هو تعرف عندهم شي واحد تعرف في الحسابات طبقا للقوانين الجاريه بها العمل، انه يبادروا باعاده الحسابات ديالهم يعني بالارتكاز على السجلات اللي كانوا تقيدوا فيها المبيعات والمصاريف والانفونتير وكشف حسابات مع وثائق الاثبات ديال هذه المصاريف والمبيعات، او انهم تديو واحد النسخه للمحاسب باش يصايب لهم حسابات محاسب فقط. تنعرفوا بالله الجمع العام باش يدار تيخصو واحد النصاب في الدوله الاولى والنصف اعضاء، يعني كان نصف الاعضاء حضروا في الدوله الاولى فراه الجمع العام يعني قانوني، والقرارات اللي تخرج فيها الجامعة تكون ملزمه للجميع لا للمتغيبين ولا للمعارضين. يعني ملي تاخذ شي قرار وتصادق عليه فتولي ملزم للجميع. بطبيعه الحال هذه المحاضر ديال الاجتماعات فهي تسجل في واحد السجل ديال المحاضر اللي تكون يعني لجميع الاعضاء الحق انه يطلعوا عليه. اش نناقشوا في هذا الجمع العام السنوي؟ خاص مجلس الاداره او المسير يوجد واحد التقرير على الانشطه اللي دار في هذيك السنه المصارمه باش انه يقوم باطلاع الاعضاء على اهم الانشطه والصعوبات والاكراهات اللي خدمت فيها التعاونيه في السنه المنصرمه، اللي هو ما يصطلح عليه بالتقرير الادبي. ثم كاين موافقه على التقرير المالي، اما الموافقه ولا الرفض ولا التصحيح ديالها. من بعد ذلك تيكون واحد ابراء الذمه ديال مجلس الاداره، ثم تيكون البت في الفائض يعني الربح اللي بقى الفائض السنوي تيكون البت فيه الجمع العام. طيب الحضره عفوا بالله القانون الاساسي تنص على نسب اللي تمشي الاحتياطي ديال راس المال اللي تمشي الاعمال الاجتماعيه، وداكشي اللي يبقى في الجمع العام هو اللي تيبت يعني واش يقسموا ولا ما يقسموش. وبطبيعه الحال فالتوزيع تيكون عن طريق يعني كميه المعاملات بين الاعضاء والتعاونيه. كذلك كاين واحد المكافاه ديال راس المال، لانه القانون تسمح بمكافاه راس المال في واحد النسب معينه. وخاص كذلك المجلس الاداره او المسير انه يوجد واحد الميزانيه ديال التسيير ديال السنه المقبله. هذه اغلب التعاون ما يديروهمش، وتعرفوا بان الميزانيه فيها شقين، فيها التسيير وفيها الاستثمار. التسيير وكل ما يتعلق بالاجور والكرا والترونسبور والوراق التليفون، المهم التسيير باش تسير التعاونيه. والاستثمار هو الاستثمار يعني توسيع المشروع، شراء آلات، شراء سيارة، تسمى استثمار. هذاك استثمار وخص هذا الشيء يتناقش في الجمع العام باش تكون الرؤية واضحة ديال الأعضاء على أشنو غدير التعاونية في السنة المقبلة. تيكون واحد جديد ديال أعضاء مجلس الإدارة اللي تعرفون مجلس الإدارة عنده 3 سنين، دونك تيكون جديد ديال 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 الثلث. ثم إلا كان واحد اللجنة ديال الرقابة اللي تنص عليها القانون تكون فيها بين 3 أعضاء 5 أعضاء، فتيتم التعيين ديالها في الجمع العام العادي. كذلك تتعيين مراقب حسابات الا بغاو الاعضاء، او الا كانت التعاونيه رقم المعامله ديالها تفوت 10 مليون درهم فخصها دير واحد مراقب حسابات التعيين في الجمع العام العادي. دونك تقريبا هادو هما بخلاصه شديده اهم النقاط اللي خصها تناقش في الجمع العام السنوي. وهذا ما تيمناش ان وقت ما بغاو الاعضاء او مجلس الاداره يدار واحد الجمع عام عادي فتيدار، ولكن بالنسبه لمناقشه الحسابات الماليه للتعاونيه فهو تيدار مره واحده بعد انقضاء السنه الماليه، وعندك واحد 6 شهور باش توجد ليه وتدفعوه من بعد المحكمه والاداره الماليه. ولكن اداره الضرائب فهي خصك تدفع في 31 مارس، هذا الا ما كانش تعاونيه كبيره عندها التي في ا وعندها الموظفين ديال لي جي ار وعندها فهذاك عطيني حاجه اخرى وشكرا.